السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموضوع إن شاء الله سوف نقوم بإصلاح مشكل البوت على الواجهة. تكتب البوت فقط، السبب هو هذا السيركوي. قمت سابقا بنزعه من أحد الواجهات، هو سوف أقوم الآن بنزع هذا السيركوي بطريقة تقليدية التي أقوم بها. أضع الصدر على الجنبات كلها وأتبعه بالإبرة حتى أنزعها للعودة بعد نزع هذا السيركوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن جهة واحدة، سأضع آخر، سوف أقوم بنزع جهة أخرى. تم نزع جهة أخرى الثانية، سوف أقوم بنزعه كليا الآن. تم الآن نزع الجهة الثالثة، بقي الجهة الرابعة. سوف نقوم بنزعها الآن لأنه وضعت عليها الصدور. يتم نزعها، سوف أقوم الآن بوضع هذه لعودة. ورحمة الله وبركاته. تم تغيير السيركوي بآخر، وأقوم بتشغيل الجهاز. هي الواجهة، هي بوت، هي الآن شغالة. اكتب أون. الجهاز الآن شغال، جهاز خاوي من القنوات. ها هو السيركوي الذي قمنا بتغييره. لكي يصلكم الجديد، مرجو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.